بحضور 33 عارضاً من إسبانيا والمغرب، معرض الشرق للتراث والأزياء بالناظور منصة توفر للعارضين فرصة إبراز منتجاتهم المجالية والتسويق للمؤهلات السياحية لجهة الشرق. العارضون يمثلون تعاونيات وشركات ناشئة خاصة من جهة الشرق، يجمعهم طموح تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسبانيا وتبادل الخبرات والمعرفة بين الضفتين. هذا المعرض هو فرصة، c'est une occasion pour tous les jeunes entrepreneurs ou les startups باش يتقربوا beaucoup plus من la clientèle ou pour partager. كنا واحد الفرصة كبيرة باش نعرفوا بالمنتوج ديالنا ونطوروا نزيدوا في الحلقة ديال الزبائن ديالنا، خصوصا هنا كاين الزبون الأجنبي وخصوصا الإسبان اللي كاين بكثرة، وهذا الشيء كيعطينا واحد الفرصة باش نسوقوا المنتوج ديالنا خارج الوطن. تحت شعار الشرق والأندلس معا نحو المستقبل، دورة هذه السنة تأتي استكمالا للنجاح الذي شهدته النسخ السابقة من المعرض، نسخ ساهمت في التعريف بقطاع الصناعة التقليدية، قطاع حققت صادراته أرقاما قياسية مما يعزز دوره كسفير للثقافة المغربية في العالم. القيمة المضافة للمعرض بالنسبة للناظور هو أنه كنعاونوا التعاونيات وأي حامل مشروع أنه يحقق الطموحات ديالو. المعرض فرصة بتبادل الخبرات بين العارضين من جهة الشرق والعارضين من جهة الأندلس. قطاع الصناعة التقليدية في المغرب وخاصة في الإقليم الناظور فيه الهوية الوطنية، فيه الثقافة المغربية، ويعتبر قطاع حيوي يشغله وينتج في آن واحد. بطبيعة الحال أن جلالة الملك يولي هذا القطاع والمنتسبين إليه عناية خاصة. المعرض يوفر لزواره على مدى يومين عرضا للمنتجات المحلية للطبخ الحي للأزياء التقليدية والعصرية، إلى جانب عروض موسيقية تمزج بين التراث المغربي والأندلسي.